ما زال فيلم شارع الهرم يمثل حالة من المفاجأة والصدمة في السوق السينمائي بعد مواصلته تحقيق إيرادات ضخمة لم يكن أحد يتوقعها. الفيلم أثار الجدل بين النقاد الذين حاولوا معرفة أسباب هذا الإقبال الجماهيري عليه، رغم أنه من الناحية الفنية يعتبر فيلم تجارياً يخلو من أي قيمة. وجاءت إيرادات هذا الأسبوع في دور العرض على النحو التالي: في المركز الخامس فيلم المسافر الذي بدأ عرضه ولم يحقق في أسبوع الأول سوى مبلغ هزيل جداً هو 78,000 جنيه، وهو رقم يمثل صدمة كبيرة لأهمية الفيلم الذي شاركت في إنتاجه وزارة الثقافة المصرية وشارك في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، وكان أهمها مهرجان فينيسيا السينمائي. الفيلم من تأليف وإخراج أحمد ماهر وبطولة النجم المصري العالمي عمر الشريف والفنان خالد النبوي والفنانة سليم عبد النور والنجم شريف رمزي. الواد اللي بيجي يسأل عنك كل أول شهر كان هنا من شوية، بس أنا المرة دي كتبت لك اسمه. اتعودت على النسيان لحد ما ظهر في حياتي اللي يخليني أحتاج أفتكر. أنا شايفة إن هو يشبهك جدا. هو بيشبه لي فعلا. أنت جد مش كده؟ مش هتقول لي حكيت جدي ديت؟ ايه اكتر حاجه ممكن تخوفك؟ مش عارف. قليل الادب وسافل كمان، ما تبقاش حيوان. في المركز الرابع فيلم أنا بضيع يا وديع الذي تعرض لحملة هجوم شديدة من النقاد لاحتوائه على جمل حوارية ومشاهد جريئة. الفيلم بطولة أيمن تهامي وانتصار ولميتا والإخراج لشريف عبدين، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 187,990 جنيه بإجمالي إيرادات 2,902,000 جنيه. أنا بضيع يا وديع، هي دي اللي هتربي لك عيالك يا قفص، ده دوب تربي ضوافرها وهنبقى ملوك النجدف في الشرق الاوسط. هو قصده يعني ان انت بتعرضها شويه؟ طب ما البلد كلها ماشيه بالتعريف. مش كفايه حك يا عم الحك استاذ؟ ايه فيروز خان ومهند بيك؟ ماني هفنت هقتل تهاني حبيب قلبي. الضرايب تتشال من عليك. يعني انت هتفرج بتوع الضرايب على الترامادوكس بتاعك ده ولا ايه؟ اكشن. أما المركز الثالث فكان من نصيب فيلم بيبو وبشير أول تجربة إخراج لمريم أبو عوف وبطولة منة شلبي وآسر ياسين وعزت أبو عوف وصفية العمري. الفيلم حقق إيرادات هذا الأسبوع بلغت 419,530 جنيه بإجمالي إيرادات 6,580,000 جنيه. بيبو حبيبت بابا. بابا طب انتوا ليه كلكم ولاد ولابسين جيب؟ كنا بنلبس جيب. سنة جوز طبالة بيبو. اسم الله عليك يا وزير الشباب والرياضة. لا انت نشرين عياليل، انت والفرقة المخمورة بتاعتك. جيرا نفلا انا بقى هتصم هنا ومش هتحرك. ايه ده؟ لا باكوا مونجو كما هاو جياني بان يوباهي نانيتا كوكاتا كاتا دي باندي نمليشي فتحي. لا فتحي لا. بس يا فرمو. في المركز الثاني جه فيلم النجم محمد سعد تك تك بوم، وهو الفيلم الذي لم يحقق أحلام سعد في العودة إلى تصدر قائمة الإيرادات كما تعود في معظم أفلامه السابقة. الفيلم تشارك في بطولته درة وهو من إخراج أشرف فايق في تاني لقاء ليه مع سعد بعد فيلمهم الليمبي 8 جيجا. الفيلم حقق إيرادات هذا الأسبوع بلغت 339,720 جنيه لتصل إجمالي إيراداته لغاية دلوقتي 7,896,000 جنيه. الأمان. سيس جيل السيس بقى أبطال
أما شارع الهرم فما زال يتصدر قائمة الإيرادات منذ عرضه، وهو بطولة سعد الصغير ودينا، وهو من إخراج محمد شورى، وحقق إيرادات بلغت 580,360 جنيه، لتصل إجمالي إيراداته حتى الآن 11,133,000 جنيه. هو بس هو اللي وهبته حب، هو والنبي هو ليه هو اللي ساكن في قلبي. عرفنا ان هو اسمع بس، والنبي هو خليك بقى اللي جاني يا من زمان يا الشقة. دول بناتك عم هندي؟ اخس عينيا بتحبك وروحي بتحبك، ده يبقى ايه؟ بيبقى اللي نام في البيت مربكين. ما اتجوزتيش ليه يا ست المليونيه؟